انا دلوقتي عملنا فونتين كويس، بقى عنده فونتين فيسيولوجي. قوم العيان ده يا ترى الساتوريشن بتاعه ايه؟ هو عنده ميكسينج، عن الفونتين ده عنده ميكسينج؟ لا هو الفونتين هو وان واي، يعني الساتوريشن بتاعه تقريبا ما عندوش. خلاص هنتفق ان هو تقريبا ما عندوش. لو تغاضينا على شويه دم بتاع كورونري ساينس ماشي في مش عارف ايه وحاجه اسمها فونتان ستيشن، هنفترض ان كل السيستم الجينا سيرفن تقريبا كل السيستم الجينا سيرفن رايح اللنج، كل الهرمونات الجينا سيرفن رايح اوت كويس. ويبقى العيان ده ما عندوش ميكسنج وبالتالي هو ما عندوش سيروس. السيركليشنز بتاعته البلمونري والسيستميك ماشيين ان سيريز ولا ماشيين ان بارلل؟ ان سيريز، حاجه جميله صح. يبقى شبه النورمال. يا ترى العيان ده قبل ما نعمل له حاجه الفنتريكل كان عنده فوليوم لود ولا ما عندوش؟ كان عنده فوليوم لود، كان كل مره بيجي له سيستميك وبلمونري فينا سيرتيرن، دلوقتي بيجي له بس البلمونري فينا سيرتيرن وما بيجيلوش سيستميك صح. قوم يبقى قل الفوليوم لود بتاعه. يا ترى الافتر لود على الفنتريكل ده زاد ولا قل؟ هو قبل كده كان الفنتريكل ده بيصرف سيستميك وبلمونري، يعني كل مره لما يدق يودي السيستميك سيركليشن وبلمونري سيركليشن. دلوقتي احنا ما بقاش في وصله بينه وبين البلمونري ارتري، وبقى بيودي سيستميك بس اللي هي فيها ريزيستنس عاليه. كان قبل كده مواجه سيستميك ريزيستنس عاليه، انما كمان بلمونري ريزيستنس قليله كان بيودي للاثنين فكان بيصرف شويه. دلوقتي هو مواجه سيستميك ريزيستنس عاليه بس. يفتكروا الافتر لود بتاعه زاد ولا قل؟ زاد. اوكي، يبقى مع ان الفوليوم لود قل ريلود قل، انما الافتر لود زاد. هو العيان اللي عامل فونتين الفينس بريشر سيستميك فينس بريشر بتاعه اكتر ولا اقل من البني ادم الطبيعي؟ هو البني ادم الطبيعي الاس بي سي والاي بي سي بيروحوا فين؟ رايت اتريوم. الرايت اتريوم بريشر كام في البني ادم الطبيعي؟ 5 كده فاهمين. اوكي، هو البني ادم اللي عامل فونتين الاس بي سي والاي بي سي رايحين فين؟ البلمونري. هو البلمونري بريشر كام؟ 15. وهو البلمونري بريشر السيستميك فينس بريشر بتاعه اعلى من الطبيعي. اوكي، وبيبقى عنده سيستميك فينس كونجشن. احنا عملنا مجهود جامد قوي 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 علشان نخلي البلمونري فاسكولار ريزيستنس قليله، بس هو ده لا يعني انه هو مفيش، هو لسه هيفضل في ريزيستنس صح؟ هي قليله بس لسه في ريزيستنس، فلسه عنده سيستميك فينس كونجشن. قوم ايه مشاكل ممكن تحصل له؟ هو لو في عيان عنده سيستميك فينس بريشر عاليه اوكي؟ قوم يحصل ايه في ال قوم يحصل ايه في الهيدروستاتيك بريشر بتاع الفينز السيستميك فينز؟ تبقى زايده صح؟ قوم يحصل ايه لما الهيدروستاتيك بريشر بتاع الفينز تبقى زياده؟ يحصل تشو قديمه صح؟ ويحصل لوس في السبيسز اللي هو بقى الفلورا والاسايتس وحاجات شبه كده، هم بيجيلهم فلورا انفيوجنز وبيجيلهم اسايتس وحاجات زي كده. اوكي؟ طيب هو لما الليفر والجي اي تي وكونجستد قوم يبدا يافكت الفانكشن بتاعهم. قوم حاجه مشهوره قوي اسمها بروتين لوزنج انتروبوتي. اوكي، هو بيحصل ايه؟ هما بيلوز بروتين في الجي اي تي وتنزل، فالبني ادم بيخسر بروتين. اوكي، قوم كميه البلازما بروتين بتقل، قوم بقى الانكوتيك بريشر هيحصل فيه ايه؟ يقل. قوم كمان يبطل يشفط الاديمه صح؟ قوم يحصل ايه؟ قوم ينشع اكتر واكتر. فاهمين حاجه؟ طيب قوم يبقى ده عيان بيجي له بلوتر فيوجن واسايتس وبروتين لوزنج انتروباثي ويلوز بروتين في وهكذا ماشي. طيب الدم اللي كان راجع علشان يدخل الاتريوم والفنتريك لما بيدق يشفط الدم من الاتريوم وهكذا، هو ده الدم عمال يتشفط صح؟
انما الدم بتاع عيال الفونتان هو كونسيستنتلي ماشي اجينست بالمونري فاسكولار ريزيستنس، فهو طول الوقت عنده سيستميك فينس كونجشن صح؟ لاحظوا انه عنده باث واي مش قليل ممكن قوي يبقى سنتاتيك جرافت اللي هي بتاعت الفونتان. اوكي طب يحصل ايه؟ طب انا ده لما عمل عمليه البلمونري فاسكولار البلمونري فاسكولار ريزيستنس بتاعته قليله صح؟ انما لو في دم ماشي بالراحه عنده ستيزس وفي كونجشن وقابل سنتاتيك تيوب هيحصل عليها ايه؟ ثرومبس، مش ثرومبس كبيره بس حاجات صغيره، والدم هو معدي يقوم ياخدها يروح اللنج فما عادش يحس بيها، وبعدين يحصل غيرها، وبعدين تروح اللنجز، وبعد كده يحصل غيرها، وبعدين تروح اللنجز، وبعد كده يحصل غيرها، لحد ما يحصل ايه؟ تدريجيا البلمونري فاسكولار ريزيستنس يحصل فيها ايه؟ هتزيد، مع ان هي في الاول كانت قليله. هي ما زادتش عشان الفلو عالي ولا التقوى، هي زادت علشان المايكروثرومبوزي. اوكي؟ ولما يحصل ترومبوامبوليزم يحصل ايه في البلمونري فاسكولار ريزيستنس؟ يحصل ايه في الكونجشن؟ يحصل ايه بقى كل المشاكل دي؟ يحصل ايه في الاستيزز؟ يزيد، ويحصل ايه في الثرومبوزز؟ يزيد، ويفضل يعمل كده ويفضل في الشيف سيركل. اوكي؟ ويفضل يجي له بقى بروتينوز انتروباثي واسايتس وليفر فيلير وحاجات كده. في بعض منهم بيجي لهم اتريال اريثميا لاسباب مختلفه، علشان الفونتان لما وصف الفونتان كان بيحط الاتريوم في القصه دي وبعدين بطلها. في حاجه اسمها لاترال تانل، في جزء مش قليل مبدئيا هي كميه غرز كتير قوي بتتاخد في الاتريوم، انما كمان في جزء من الاتريال وول هيبقى سبجكتد للهاي سيستميك فينس بريشر ده، فوارد ان يجي لهم اتريال اريثميا. اوكي؟ ولو عنده اتريال اريثميا هتزود الثرومبوليزم صح؟ ممكن يجي لهم فينو فينس كولاترالز. ليه فينو فينس كولاترالز؟ ما البريشر دلوقتي في الاس بي سي قد الاي بي سي. لا فينو فينس كولاترالز دي مش من اس بي سي للاي بي سي. فينو فينس كولاترالز من سيستميك فينز للبلمونري فينز. ام لو حصل كوميونيكيشن بين السيستميك فين والبلمونري فين هيحصل ايه؟ الدم الدي اوكسجينيتد هيباي باس اللنج ويروح اورطه. صح؟ ويزرق. السيستميك فينس بريشر هيجي له ترومبو امبوليزم، واتكلمنا بيحصل ازاي وان هي بروجريسيف وان هي عاده بتبقى سب كلينيكال، انما بتفضل تزود البلمونري فاسكولار ريزيستنس في العين دول لحد ما يجي لهم حاجه اسمها بروتين لودنج انتروبيثي، ودي حاجه فيتال، دي حاجه وحشه جدا. اوكي؟ دي يعني العين بيموتوا. وشبه ما بيلوس بروتين في جي اي تي ممكن يلوس بروتين في البرونكاي، بيجي لهم حاجه اسمها بلاستيك برونكايتس. بصوا ده منظر برونكو الفيرال لافاج، بيطلعوا منظر زي كده من البرونكاي. هو اسينشلي لو رايت فينتكل ده كان يعني قابل للاستغناء عنه ما كانش ربنا خلقه، مش كده؟ هو هي السيركيليشن دي هي مش ايديال، فار فروم ايديال، يعني ده مشاكل مش بطاله، انما هو باليشن كويس لبني ادمين كانوا بيموتوا وهو عندهم شهور. ام لو في عيان عنده فيلين فونتان، هي الاسباب الرئيسيه هو في سببين رئيسيين الفونتان بتفيل عشانهم. اوكي؟ السبب الرئيسي الكبير هي سيستميك فينس كونجشن. تاني اهم سبب هو الفيلير بتاع السنجل فنتر. اوكي؟ فهم اللي بيتسببوا في كل المشاكل دي. هاي سيستميك فينس كونجشن، يعني سيستميك هاي سيستميك فينس بريشر، والفيلير بتاع السنجل فنتر. طيب لو الفونتان فيل نعمل ايه؟ في حاجه اسمها فونتان كونفرجن، اللي هي يقلبوا الفونتان القديمه للفونتان الجديده. انا ما بتكلمش عن الفونتان القديمه، في الفونتان ان هي نكسكلود الاتريوم من السيركيليشن، او الناس اللي عندهم اتريال اريثميا ينفع نعمل لهم ميز. ميز دي عمليه علشان نودي الاي اف او حاجات كده، انما اوبسلي هو كده خلاص يعني هو ما بقاش نافع، فبيعملوا هارت ترانسبلانتيشن، واحيانا مش قليله يحتاجوا هارت لانج ترانسبلانتيشن، عشان دلوقتي الريزيستنس في اللانج عاليه، ولما يجيبوا قلب سليم يحطوه على لانج فجاه فيها ريزيستنس عاليه ويلاقي نفسه مضطر يعمل كده. بغض النظر عن ان دي حاجه مش موجوده عندنا، انما هو لو في عيان عنده
ايزوميريزم وان بالانسد كانال وتوتال انوملس كانوني فينس ريتيرن وابستراكتد واتعملوا ريبير للتوتال انوملس وبعد كده اتعملوا شنط وبعد كده اتعملوا جلاب وبعد كده اتعملوا فونتان وبعد كده فيلد. اوكي تفتكروا ده عيان نديله دونر هارت ولا نديله دايليز كاردوميوباثي؟ فاهمين حاجه؟ ده بالموني فينز اصلا بتاعته مش عارفين هي فين وهو عنده سايتس انفيرسس فاحنا مش عارفين الارتي بتاعه فين فاهمين. لو في دونر هارت ليميتد هو اكشلي مش دول اللي بياخدوه. تعالوا اقول لكم على حاجه، العيانين اللي عندهم بروتين لوزنج انتروبثي وعملوا له المار ترانسبلانتيشن نسبه مش قليله منهم ما بتروحش كمان فاهمين. فهو الفونتان ليها مشاكل جامده يعني ماشي، انا يعني حسستكم كده من شويه انه الفونتان دي حلت كل حاجه انما هي عندها مشاكل كفايه. وبس يعني في كلام بقى على ميكانيكال سيركيولاتوري سبورت للسنجل فنتريكل او للفنتريكل الثاني للفامويا سيركيوليشن وهكذا، بس ده كلام لسه يعني اندر انفستيجيشن. يعني الدرس المستفاد ايه؟ انه الفونتان سيركيوليشن بتقدم very good palliation لبني ادم عنده اسبوع وبيموت ومش عارف ايه او الساتيوريشن بتاعه عامل ازاي او ان سيفير هارت فيلير ومش عارفين نعمل له حاجه، انما هي مش الالتيميت جول بتاع الحاجات علشان هي ستيل في مشاكل جامده والمشاكل دي الطب مش بيقدر لها حلول كافيه.